بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا والإخوان السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا دائمًا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة، لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين آمين. اعلم أن من كشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا بصحة الطريق، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا على الندرة، عزيزة جدا على الندرة. ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات. أما الشواهد فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام. كل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم، لا من أستاذ ولا من كتاب، ولا والكتاب قد لا يعلم، فهو بطريق الكشف والإلهام. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضعه إيش في قلبك. وهذا يعني أنك واظب على العبادة. لما نصلي؟ عبادة. لما خلقت؟ لعبادة الله عز وجل. ومن العبادة العبادات المعروفة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل عمل صالح تبدأه بتلك النية فهو إن شاء الله إيش؟ عبادة. إن زرعت شجرا مثمرا بسم الله وتنوي به مثلا خفض نسبة الكربون في الأرض، يعني في الطبيعة، لأن هنالك مشكلة في قضية التلوث، صحيح؟ فهذه عبادة. وإعادة تدوير الماء عبادة، والحفاظ على عالم الحيوان إلا ما أحل الله أكله، الله عز وجل إيش أكله، أيضا إيش عبادة. رأيت أستاذا في بلاد بعيدة وأنا سميه وهو سمي، كنا في غابة، وكان هنالك نمل في غابة، ليس في بيته، في غابة، وطفق يدوس على النمل، قاعد يفغص في هالنملة، وكأنه لم يقرأ قصة سيدنا سليمان عليه السلام. ما لك ومال اللي خلفهن؟ ما لك ومال ايش اللي خلفهن؟ وقال صلى الله عليه وسلم نعم. سبحان الله، عجيب. نعم، هذا حس. نعم، حس مرهف. نعم، وتعلمون يعني سبحان الله، في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد
رطبتني ايش؟ أجر. فالذين يعتنون بالقطط مثلا ان شاء الله لهم ايش؟ لهم الأجر. لكن سألت طلبتي في أمريكا في التسعينيات قبل 30 سنة الذين لديهم قطط وكذا يعني أشياء حيوانات أليفة، كم يصرفون على هذه القطط؟ فإذا بهم يصرفون على هذه الحيوانات الأليفة ما يوازي دخل أسرة كاملة مثلا في بنغلاديش في ذلك الوقت. تبنى عائلة من بني آدم. أنا لا أقول يعني هنيئا لك تريد أن تعتني بالقطط، إن شاء الله مأجور، إن شاء الله إيش مأجور، ولكن اعلم أن الإنسان أولى بالعناية. تعرفون لماذا توجهنا للحيوانات الأليفة اليوم؟ لأننا فقدنا الاهتمام بالإنسان. العلاقة بيننا وبين الناس قائمة على الشك والخوف والريبة. نعم. قلنا ما غلط، ما قلنا غلط، قل ما لم نقل، لم نخطئ أبدا، لكن الأولوية الأصل فيها إذا رأينا إنسان يحتاج إلى مساعدة، مرات المساعدة مش قضية مال. كان في الزمنات حينما يعني ينزل مثلا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة من الباص في رأس العمود عندنا يعني بداية الحي، الأولاد يبادرون إلى إيش؟ إلى حمل الأغراض عنهم، توصيل للبيت. يعني كان في يقف رجل كبير في الباص في الحافلة، يقف نصف الباص قل له إيش تفضل. اليوم شباب يمتلئ الباص بالشباب، ويقف الرجل الكبير المرأة الكبيرة في الباص ولا حياة لمن تنادي إلا ما رحم ربي. لك نقول الثقافة الجديدة اللهم إيش، اللهم نفسي وللعلم. منذ الصباح وأنا أفكر في قضية، منذ أمس ليلا وأنا أفكر في قضية، أن الأنا مثل الثقب الأسود، النجم إذا ما انكمش على نفسه وأصبح مكونا من النيوترونات يسمى بالثقب إيش؟ الأسود، بلاك هول. والأنا الإيغو كالثقب الأسود لا تسمح بمرور أي شيء إلا وإيش؟ تشفط تمتص. الأنا بتقول لك مال، أي شيء في الكون ليه، وأنا في المقام الأول. والصوفية يقولون فناء النفس، وفناء النفس معناها أنك تتخلص من الأنا، تقول للناس خذ. والصوفية مش قضية لقب. الشافعي رحمه الله ضرب له خباء خيمة قبل أن يدخل مكة ومعه كأنه 10,000 درهم، ذكر الإمام الغزالي، فأنفقها جميعا، مش أنفقها اشترى فيها هدايا، أنفقها في وجوه البر على الفقراء والمساكين والمحتاجين ويمكن طلبة العلم. فما مضى يوم إلا وقد إيش؟ سبحان الله. الأنا سيدنا بكر الصديق حينما جاء بكل ماله كان قد تخلص من الأنا، لم يرى ماذا تركت لهم لأهلك. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله، الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم
كان السند فيه ضعف، ومع ذلك المعنى إن شاء الله إيش صحيح. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار والعياذ بالله. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى عجيب، بعض الناس أراد العودة إلى فلسطين، فقال له صاحبه: إلى وظيفة جاهزة يعني تعود؟ قال: لا. فبان الجزع الخوف يعني من قلة الوظيفة ومن ماذا أفعل، فأجابه فشرح له فبين له، وكانت تلك أول وظيفة له بمعنى معين. قال له: الذي جاء بالوظيفة الأولى يأتي بالوظيفة الثانية، وهكذا كان. الذي جاء بالوظيفة الأولى من؟ الله. والذي جاء بالوظيفة الثانية من؟ الله. ولو قدر وظيفة ثالثة فمن يأتي بها؟ الله. ورزقك على من؟ عليك أن تسعى، عليك أن تسعى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال في قضية المخرج، قال الإمام الغزالي: من الإشكالات والشبه. إشكالات والشبه، إشكالات إما من النفس وشبه من النفس. أنت الذي يخترعها أو من الغير فتتقبلها أنت. اليوم الليبرالية الرأسمالية الليبرالية إيش؟ الرأسمالية. خلينا في الليبرالية. ما الليبرالية؟ قال أحد حاخامات اليهود: الليبرالي هو الذي تنازل عن دينه أو عن شيء من دينه. حاخام يقول الليبرالي كتعريف هو الذي تنازل على الأقل عن شيء من دينه، لأن الليبرالية على مستوى معنى الكلمة تعني التحرر. تعني إيش؟ التحرر. أنت تريد أن تتحرر من ماذا؟ تريد أن تتحرر من الوحي، فتلقي بنفسك في أحضان ماركس بالزمانات مثلا، أم تلقي بنفسك في أحضان آدم سميث أبو الرأسمالية؟ ما فيش قضية أنه أنا سأخرج ولن أكون في أي مكان. حتى الملحد ريتشارد دوكنز مثلا، نبي الملحدين في بريطانيا يمكن في العالم، هل هو في اللا مكان؟ لا. وبريطانيا ألحد دول أوروبا، 40% على الأقل مما قرأت من الملحدين رسميا، ولذلك يخرج منهم إيش؟ كثرة. ولا تريد إلحادا لنفسها فقط، إنما تريد أن تنشر هذا الإلحاد في الأرض. ولم يبقى على وجه البسيطة، لم يبقى على وجه البسيطة دين يقاوم الليبرالية والظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي إلا الإسلام. القوم تنازلوا، لا أقول كل واحد، لكن
خربت. آخر فاير وول عند أهل الكرة الأرضية الإسلام. تقول لك أنت بدك شبكة حماية للحاسوب، أنت بدك شبكة حماية للقلب. الحاسوب إذا انضرب بفيروس تيجي لأهل الاختصاص بتقول له إيش؟ صلح لي، نظف. شو بيعمل في الهارد ديسك؟ بيعمل له تخلية، فورماتينج. ليش ما نعمل للقلب فورماتينج ونقبل على الله عز وجل؟ مش هيك؟ يعمل فورماتينج. هدانا الله جميعا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. قال الإمام الغزالي رحمه الله: يعلمه علما من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، يصبح لديك ميزان، مصدر للقياس. امرأة في بريطانيا توفي عنها زوجها، توفي عنها إيش؟ زوجها. هذا الكلام منذ سنوات طويلة. فقالت للأطباء: احصدوا لي الحيوانات المنوية، لموا لنا إياهن. هل الرجل ميت؟ ما هو معز توفي في لحظتها. قالت لهم إيش؟ فطنت إنها إيش؟ بدها تحمل الآن حبتك مرت أبوك، طبعا امرأة أبيك في اللغة الفصحى، لكن المثل عندنا العربي يقول لك حبتك مرت أبوك إيش؟ يجحن، يعني فطنة. المثل عندنا بيقول إيش؟ فطنة اللي بدها الآن إيش؟ تحمل منه بعد ما مات. ماذا مر بعقلي في لحظة حينما قرأت الخبر؟ قلت انتهى. قال فقهاؤنا منذ مئات السنين أن الزواج ينتهي بالموت. الزواج ينتهي حتى لو عندها بويضة مخصبة مخزنة، ليس لها أن تقول للأطباء ازرعوا لنا. وين كنتي؟ بتعرفين وين كانت؟ كانت لسه بدها تشم الهواء. التقيت بامرأة أربعينية كانت مسؤولة في معهد كنت ألقي فيه ولا زلت أعطي في بعض المحاضرات من السويد، هي متزوجة واصلت للأربعينيات، الآن كأنها عرفت أنه الآن ما ظلش إلا توالي، ما ظلش إلا إيش؟ توالي. فلحكت حالها حملت، وقاعدة كأنها بتضرب على طلطم خديها وتقول الآن ما في شي شمت هوا، في شي روحة، في شي جيني. طب ما إلك 40 سنة رايحة جاية. ألم يعنى ما وصلناش لسه لقضية الحكمة؟ ما أنت بلغت 40، ما وصلت لسن الحكمة. بنظل إحنا رب نركض ليل نهار. في أمريكا يسألون يوم الاثنين، يسألون الطالب، يسأل الطالب، والأستاذ يسأل الأستاذ، والعامل يسأل العامل. يوم الاثنين يسأل عن السبت والأحد، طبعا ليلة الجمعة من قبل. What did you do for fun؟ ماذا فعلت بالأشياء إيش؟ الممتعة تسري عن النفس. وأرادوها هكذا، حتى إني قمت بإلقاء محاضرة على طلبة ثانوية من طلاب أمريكا في مدرسة اسمها بريدج عندنا في القدس. طلاب ولدوا في أمريكا، عاشوا في أمريكا، ليهو طلاب الثانوية. قال مدير المدرسة: تعال أعطيهم محاضرة. أعطيناهم محاضرة أركان الإيمان. وصلنا إلى الملائكة الكرام وقلنا أنهم إيش؟ لا يعصون الله ما أمرهم. ألا طالب من الطالبات تقول، طبعا بتحدث هذول بالإنجليزي الفلسطيني الأمريكان، اللي هي بتقول
What do they do for fun? ليل نهار إطاعة لله عز وجل. بتعرفوا شو الفن اللي الناس مش مستوعبه في الكرة الأرضية؟ إنه العبادة فن والصلاة متعة. وأن يكون لك صلة بالله عز وجل ليل نهار متعة، وأن تقوم من الليل متعة، وأن تصوم نافلة متعة ناهيك عن رمضان، وأن تتصدق. المعنى هنا مساعدة الفقراء مسلمهم، ثم إيش؟ توسع، أن تحاول أن تنهض بالأمة متعة، أن تنهض بنفسك متعة. وبس فن إن أنا أروح أطلع في مرجيحة ولا مرجيحة، أنا من 10 سنين يطلع في المرجيحة، 12 سنة يطلع في المرجيحة، لما يصير 40 بيطلع في المرجيحة، بدويس يعيش طفولته اللي بكى محروم، زي ما قال لي أحد أصدقائي، قال كل أصدقائي طلقوا، هو من بريطانيا بالأمس، قال كل أصدقائي إيش؟ طلقوا في الأربعينيات. قال السبب إنه الآن صارت الوحدة تحط في مخها إنها وصلت لأربعين، معناته ضيعت لها 20 سنة في الأولاد، الآن بدها تشوف حالها. أنا مش عارف شو الواحد بدها تشوف حالها. أن تكون أنت أيها الرجل قواماً على أهل بيتك، معناته بدك تدخل السرور عليهم وأن تروح عنهم. إذا دخلت مش دخلت، هنالك من تأبط شراً فخرج، وهنالك من الرجال من تأبط شراً فدخل، يعني حكم عسكري وكأنه معسكر جيش الدار. لا، بدها شوية إيش؟ بدها شوية حنية وبحبوحة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال إمام الغزالي: قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من سؤال النور، فقال اللهم، هذا حديث متفق عليه، اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، حتى قال في شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي، اللهم اكتب لنا كل هذا. نعم، دعاء ذهاب للمسجد. نعم، هو دعاء، في دعاء للخروج من البيت. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما هذا الشرح؟ فقال: هو التوسعة، إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح. الإمام الغزالي يتحدث عن الشرح أنه حينما طلب الحق، طلب الحقيقة، طلب المعرفة إيش؟ التي لا يتطرق إليها شك، بعد 2 شهر كان فيهما على حال من المرض، مش مرض بمعنى زي الكورونا ومرض معناه زي السكري وزي لا، هو حقيقة يعني حالة من النفسية مثلا، أتعبه إيش؟ البحث عن الحقيقة، فتوجه إلى الله عز وجل بالكلية، لا ترتيب منطقي ولا بحث ولا قضية تجري ولا في النهاية ما ظل، لما أقول لك قضية قلبية. فجاءه الحل بنور قذفه الله عز وجل في الصدر، بنور قذف الله تعالى في الصدر. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين، هذا الجزء رواه البخاري، وعلمه التأويل، هذا الجزء رواه إيش؟ يعني تتمة الحديث مع عند أحمد رضي الله عنهم أجمعين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نحن لدينا قرآن وسنة، ولدينا
كلام من عند أهل الكتاب اسمه إسرائيليات، لا علاقة له بالدولة القطرية التي أقيمت على أرضنا. الإسرائيليات، أضرب مثالا، عندهم أن حواء عليه السلام أكلت أولا، ثم هي طبعا في حي في النص، الشيطان على هيئة إيش؟ تلك الحية، أقنعت حواء فأكلت، ثم أقنعت آدم، يعني حواء أقنعت آدم فأكل. حتى في العتاب رب العالمين جل وعلا يعاتب سيدنا آدم عليه السلام فبتبره، رمى ستنا حواء أمام الباص، هيك بيقولوا في أمريكا، يعني يدهسها الباص، فيش باص في الجنة، إيش فيش باص. قال المرأة التي أعطيتني، يعني أنا شو دخلني، أعطيتني إياها ورطتني، معناته أنا مش مسؤوليتي، جبت لي واحدة هي اللي إيش. ولذلك حملوها وزر الخروج من الجنة حتى يومنا هذا، تلطفوا، حتى وصلت بهم في بعض العصور إلى أنهم قالوا أنها بلا روح. وعندنا في القرآن الكريم فأكلا منها، أكلا منها مع بعض، ولم يقل القرآن الكريم رب العزة جل وعلا لم يقل وآكل آدم وحواء، ولو قال آكل آدم وحواء لقلنا عقلنا مش كبير، لقلنا لابد أن آدم أكل أولا فذكر أولا، ولو قال أكلت حواء وآدم لقلنا أكيد هي التي أكلت أولا. فأكلا ضمير متصل، ضمير إيش متصل، فأكلا منها مسؤولية مع بعض. مسؤولية إيش؟ بروح على المحكمة عند القاضي، بصير واحد بصير يعلمه، الواحد للمحامي، المحامي بصير يعلمه ويعلمها ماذا يقول أمام القاضي مشان يحمل هالمسؤولية، مشان يحملها إيش؟ أو هي تحمل المسؤولية. سبحان الله. وقد يكون أحدهما ألحن بالحجة كما تعلمون، مش هيك؟ وأول ما تروح الواحدة عند المحامي بقولها اوعك تتصلي فيه عشان يقطع الطريق على قضية الصلح، والصلح خير. طب وين والإسرائيليات في الموضوع؟ تجدون في كتب التفسير عندنا أن حواء أكلت أولا، ليس في القرآن وليس في السنة أنها إيش؟ أكلت أولا، ثم هي التي أطعمت آدم. يخلف عليها اللي بتطعميك في الدنيا، تطبخ لك ليل نهار 40-50 سنة ولا حمدا ولا شكورا. إذا اللي بده يفسر بده ينتبه، ينتبه إلى الإسرائيلية. يعني إسرائيلية. وقال علي رضي الله عنه ما عندنا شيء أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ولعله يقصد آل البيت عليهم السلام، إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه. وهذه مش قضية إيش، زي مثلا الدعاء لي ابن عباس، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال وليس هذا بالتعلم، تعليقا الإمام من الإمام غزالي. وقيل في تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال إنه الفهم في كتاب الله تعالى. وقال تعالى ففهمناها سليمان، سبحان الله، قال خص من كشف باسم الفهم، نعود إلى ففهمناها سليمان، ربنا سبحانه وتعالى فهم الابن ولم يفهمها الأب. وهذا نبي وهذا نبي. هذه أرزاق، هذه إيش؟ أرزاق.
فقد يرزق الابن ما لم يرزق الأب، فقد يرزق الابن ما لم يرزق الأب. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: المؤمن ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم من الله. وقال بعض السلف: ظن المؤمن كهانة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، بنور الله تعالى. وإليه يشير قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أدركنا الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.